كلاسيكيات التأثير على القدرة الجنسية معروفة ليكم كلكم، وأكيد إحنا حفظناها من كتر ما كررناها. لما صنعت الدعامات كانت مبنية على إحصائيات لأحجام الأعضاء الذكرية للرجال في العالم كله. صنعت الدعامات لتناسب جميع الرجال بلا استثناء في أي مكان من العالم، أيا كان الطول وأيا كان القطر، بشرط أن يكون في الطبيعي مش أقل من الطبيعي. كتير من حالات بيجيلنا مثلا: يا دكتور أنا ابني مثلا مراته طالبة الطلاق بسبب مشكلة العنة، ونلاقي حجم العضو فعلا أصغر من الطبيعي من ناحية الطول والقطر. فالناس دي اتحلت مشكلتها الحمد لله، وأصبحت في الطريق أنه بقى شخص طبيعي يمارس حياته بشكل طبيعي زي وزي أي شخص عادي. هل الضعف في الأداء يصاحبه ضعف في الرغبة، ولا ده منفصل عن ده؟ بيبقى في بينهم تردد. بمعنى أولا، هو عشان يحصل انتصاب لازم يبدأ الأول برغبة، فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا كان مثلا أنا عندي الانتصاب ضعفة، هل يؤثر على الرغبة؟ يعني قلنا الرغبة هي خطوة قبل الانتصاب. طب الانتصاب موجود، معناها أن كان في رغبة. طب هل الانتصاب نفسه لو ضعف يأثر على الرغبة بشكل غير مباشر؟ بنسميها حتى الهروب من الفشل. أنا لو حصل عندي ضعف انتصاب في مرة من المرات، المرة اللي بعدها هبقى خايف لا يحصل لي فشل زي المرحلة السابقة، فأنا هبعد. فهل بعد ده إن الرغبة قلت؟ لا، هو بعد نوع من الهروب من مواجهة المشكلة. خلي بالكوا إنه مريض الذي أو الإنسان الذي يعاني من الضعف القدرات الزوجية، ده جرس إنذار مهم جدا، ربما كمان لمشاكل صحية تانية في منتهى الأهمية.